عيار ثقيل سيحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء كلاسيكو متميز بين فريقين يعتبران من أقوى الأندية على الصعيد الوطني، وهذا تيفو لجمهور الوداد الذي يؤازر النادي الأحمر في هذه المباراة، كما عودنا جمهور الوداد دائما يعني وفي لفريقه فريق الوداد الرياضي البيضاوي يساند ويشجع من أجل الألقاب. جماهير الجيش الملكي كذلك، نطلب من المخرج أنه يعطينا جماهير فريق الجيش الملكي اللي حضر معنا في هذه المباراة، مباراة الوداد بالجيش واللي حجت هي الأخرى من مدينة الرباط لتشجيع فريق الجيش الملكي، واللي كتجلس في المكان المخصص لفريق الرجاء يعني تحت المقانة كما نقول بلغة الكرة هنا بمدينة الدار البيضاء. جمهور الجيش الملكي اللي حاضر بأعداد محترمة لمساندة فريق الجيش الملكي في هذه المباراة. هذا هو جمهور فريق الجيش الملكي اللي كيف قلت والآخر يشجع فريق الجيش من أجل العودة بنتيجة إيجابية. تشكيلة الفريقين مشاهدينا الأفاضل، فريق الوداد الرياضي البيضاوي سيخوض هذه المباراة بالعناصر التالية: زهير العروبي في حراسة المرمى، بقية العناصر نصير عبد اللطيف، يوسف رباح، فالمرتدى الكردي ياسين نقاش، إبراهيم حسني، رشيد الكرتي وليد، وفابريس أوندما، رضا الهجوج، محمد رضا الهجوج، والحداد إسماعيل. الذي تشكيلة فريق الوداد. الطاقم الاحتياطي للواك يتكون من عقيد محمد كحارس احتياطي، بقية اللاعبين العطوشي أمين، القاسمي أو قسمي أيوب، الحسوني أيمن، سيسي مختار، محمد أوناجم، محمد المترجي، زهير. وبلغة الأرقام هناك 4 حتى 5 ديال اللاعبين من مدرسة الوداد من أمل الوداد يوجدون ضمن الطاقم الاحتياطي لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. هذه جماهير فريق الوداد تساند الفريق الأحمر. فريق الجيش الملكي سيخوض هذه المباراة بالمجموعة التالية: في حراسة المرمى كريم فقروش، بقية العناصر العمراني، هشام لاعب سابق لفريق الوداد، فتاح سعيد لاعب سابق لفريق الوداد، هناك اللاعب النغمي المهدي بالإضافة للاعب السردي، ثم اللاعب اليوسفي واللاعب بن عريف، بقية العناصر اللاعب إلياس الحداد واللاعب قرناس، ثم اللاعب العمري واللاعب هرمش. هذه تشكيلة فريق الجيش الملكي. الطاقم الاحتياطي للفار يتكون من رشيد الفرسي، ثم حسن الطير، يوسف أنوار، ياسين الحواصلي كحارس احتياطي، ثم اللاعب عدنان الوردي واللاعب أشرف هرمش، ثم اللاعب حسن خضري. هذه تشكيلة فريق الجيش الملكي التي سيخوض بها هذه المباراة. طاقم التحكيم يعني جاء من مدينة سوس، من عصبة سوس، من مدينة أكادير، الحكم الوسط السيد أردو وان جيد بمساعدة عبد الله أنسيس كمساعد أول، والمساعد الثاني كمال الرغدشي، الحكم الرابع جلال حكيم من مدينة الدار البيضاء، مندوب المباراة رشيد مبشير من مدينة أسفي. هذه تشكيلة الفريقين وتشكيلة طاقم تحكيم هذه المباراة. ننتظر لقاء قوي بين الغريمين التقليديين، بين الوداد والجيش الملكي، كلاسيكو البطولة الوطنية، كلاسيكو متميز، الجيش بتاريخه العريض بأسمائه الكبيرة التي أنتجتها مدرسة الجيش الملكي. لا بغينا نعطيه الأسماء ديال نادي الجيش الملكي، راه ربما يمكن خصنا واحد ساعة ونص باش نعطيه الأسماء الكبيرة اللي أنتجها فريق الجيش الملكي واللي كانت دائما وفي لقميص الجيش وللقميص الوطني المغربي. فريق الجيش اللي غدى المنتخب الوطني المغربي بالعديد من الاسماء، نفس الشيء بالنسبه لنادي الوداد، نادي الوداد اللي عطاه الاخر اسماء كبيره، اسماء عديده اتت فضاء البطوله الوطنيه وساهمت في تالق المنتخب الوطني المغربي على مختلف الوجهات. في هذه المقابله فريق ديال الوداد بترتانه مهمه وقويه من اللاعبين المميزين على راسهم المدرب بمواصفات عالميه، ربما عاد لسكت الألقاب من خلال السنة الماضية، عليه أن يدافع على اللقب ديالو منذ هذا اللقاء. فريق غيواجه فريق ديال الجيش الملكي بوجوه جديدة في التركيبة البشرية، بإدارة تقنية جديدة، يريدون محو الصورة الباهتة لسنوات الفائتة. نظن بأنه مقابلة غتكون فيها الندية وغتكون فيها إن شاء الله الأهداف اللي كيتمناها جميع الجماهير. غيابات الفريقين بالنسبة لفريق الجيش الملكي: يغيب حمال ويغيب حجي وبالرحمة، حمال بسبب الإصابة، حجي وبالرحمة الطرد، فيما فريق الوداد والآخر يعرف غيابات بعض العناصر كالأصباحي أناس، صلاح الدين السعيدي اللي تطرد في اللقاء الأخير، وأيت الدر اللي كان مع الفريق الوطني المغربي.
في اللقاء اللي خاضه المنتخب الوطني المغربي بالامس امام منتخب ساو تومي. عسو لا الوداد ولا الجيش، يعني كان رحيل مجموعه من الاسماء وكان قدوم اسماء اخرى، هذه ربما من الاشياء اللي يمكن يكون لها وقع ايجابي يمكن يكون لها وقع سلبي على الفريقين. ننتظروا ان الانسجام يكون هو سيد الموقف بالنسبه للفريقين حتى تكون الكره المغربيه هي المستفيد الاكبر. ذهاب وقدوم لاعبين في هذه الفرق هذو معروف من منذ زمان، الفريقين يعدان من فرق ديال الالقاب والبطولات. الوداد مدجج كما قلت في الاول بانجازات والجيش كذلك متقلبها، كتبقى بانه الذهاب ديال العناصر والمجيء ديال عناصر اخرى ما كيخليش انه الفرق دائما يفكروا في انجازات والقاب. وابرز الاسماء اللي استقطبها فريق الوداد الرياضي البيضاوي خلال بطوله هذا الموسم، هناك اللاعب ايتي الدر بالاضافه لاسماعيل حداد من حسنيه اكادير، اللاعب سيستم المالي وناجم من خنيفرة، وزهير العربي من فريق الجيش الملكي. محاوله لفائده فريق الوداد، محاوله لفائده الوداد مرت بسلام على مرمى الحارس فقروش. بالنسبه لفريق الجيش الملكي اسماء عديده حطت الرحال بالفريق الجيش الملكي، فقروش الطير سعيد فتاح اسماعيل الياس الحداد ورشيد الفرسي ثم ياسين الحواصلي الحارس السابق لفريق الوداد الرياضي البيضاوي ولفريق المغرب الفاسي. كرة في وسط الميدان، كل فريق ينتظر يعني الكب وينتظر الطريقة للوصول لشباك الخصم. فريق الجيش الملكي بقيادة المدرب جوزي روماو، المدرب اللي توج مع فريقي الرجاء والوداد بلقب البطولة الوطنية بأسماء قوية، يخوض هذه المباراة مع فريق الوداد بطل المغرب الموسم الماضي. الوداد اللي يبدأ الدفاع عن حملة أو حملة الدفاع عن لقبه من خلال مواجهة قوية مع فريق الجيش الملكي، نادي الجيش الملكي اللي هو الآخر أعطى الشيء الكثير كما قلت لكرة القدم المغربية. هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي اللي هو الآخر من دافع إلى الأمام يحاول الوصول لمرمى الحارس الودادي زهير العروبي، يعني كانت مجازفة من زهير العروبي في هذه العملية اللي كيمرر اللاعبين ديال فريق الوداد في وسط الميدان. محاولة لفائدة فريق الوداد، تدخل عناصر فريق الجيش الملكي، محاولة من الجهة اليمنى عناصر الجيش اللي كتحاول على أنها يعني تعتمد على الجهة اليمنى يعني شن حملات على فريق الوداد الرياضي البيضاوي. نفس الطريقة باش لعب الجيش لعبت الفريق ديال الوداد البيضاوي، اعتماد على 4-2-3-1 في رقعات الميدان والالتجاء الى وسط الميدان ككتلة فريق. اذا نفس استراتيجية نفس النهج التكتيكي كيبقى انه الطريقة باش غادي نشطوا الادوار الدفاعية والهجومية هي اللي غادي الفريق ما بين فريق واخر. عناصر فريق الجيش الملكي اللي كيحاولوا على انهم اللاعب السردي اللي لعب في وسط الميدان واللي كيحاول على انه يكون صله ربط بين عناصر الجيش الملكي. في قروش حارس سابق للوداد كذلك يمرر الكره. الجديد عند الوداد هو الاعتماد على حسني كوسط ميدان دفاعي، شناه السنه الفارطه كوسط ميدان هجومي وشناه في شباب الريف الحسيمي كيلعب الادوار الهجوميه. هذه السنه توشاكي اعتمد عليه في وسط ميدان دفاعي، ربما الذهاب ديال بعض العناصر املت على توشاك ان يعتمد عليه في هذا المركز. النغمي من الجهه اليمنى يحاول المرور يمرر للوراء، حاول لفائده فريق الجيش الملكي اللي كيف قلت على انه كيحاول منذ بدايه المباراه على انه يكون ند للند فريق الوداد وانه هو الاخر يبحث عن الهدف هنا بمدينه الدار البيضاء للعوده بالنقاط ثلاث، نقاط ثمينه من مدينه الدار البيضاء. الوداد كما قلت الفريق الاحمر اللي كيحاول على انه هو الاخر يوصل لمرمى الجيش الملكي لتسجيل الهدف الاول. ثلاث نقاط في المباراه الاولى شيء ايجابي بالنسبه للفريقين. الفريقين بجوج كيعتمدوا كما قلت على 4-2-3-1، استعمال لاعبين في الوسط الدفاعي، لاعبين عبر الاطراف وواحد محوري ليكونون خمسة لاعبين في الوسط. لا الوداد كيعتمد على خمسة لاعبين في الوسط وفريق الجيش كيعتمدوا على قلب هجوم واحد كيسين دائما الامدادات الجانبيه وعلى الكرات البينيه من طرف ثلاثي الوسط. النصير للجهه اليمنى، محاوله لفائده فريق الوداد وركنيه اول ركنيه لفريق الوداد الرياضي البيضاوي.
فهاد النهج اللي كنذكر دابا دائما خص مسانده المدافعين الجانبيين في الادوار الهجوميه ضروري لانجاح هذا النهج التكتيكي. لحد الساعه فالوداد هي اللي كتساهم على الاطراف بواسطه نصير وكذلك بالكردي في الحملات الجانبيه اللي كيعطيهم الان الوصول الى المرمى. ركنية كتنفذ بفائدة فريق الوداد، مرتدى فال، تدخل عناصر فريق الجيش الملكي، إبعاد الكرة عند لاعب النقاش للوراء للاعب نصير، نصير كيحاول كتمشي له الكرة، خطأ خطأ لفائدة فريق الوداد. هناك المجازفة في هذه اللقطة هذه، كون ما كانش خطأ فكانت غتكون خطيرة على الحارس الأول. بالفعل لانه كان الاختيار ديال اللاعب نصير كان اختيار يعني خطير، لو تمكن منها لاعب فريق الجيش الملكي كانت تكون خطيره. هذه محاوله لفائده فريق الوداد وتضيع محاوله سانحه لتسجيل بواسطه اللاعب فابريس اوندما. احسن ما كان فيها هي اللمسه الواحده ديال الهجوج، فمنذ اللمسه الواحده هذا هو اللي خاص في الكره القدم المغربيه، السهل الممتنع كيوصل الاهداف ولا محاولات ديال التشكيل. الهجهوج يمرر كره فوق طابق من ذهب لاوندما، واوندما يضيع اول محاوله خطره لفريق الوداد في هذه المباراه امام فريق الجيش الملكي. كره عند عناصر الجيش الملكي لوسط الميدان، سعيد فتاح يمرر الكره للامام. فريق الجيش الملكي اللي كيحاول هو الاخر يعتمد على التمريرات القصيره لتجاوز خط وسط فريق الوداد. نعرف ان العناصر اللي كيتشكل منها فريق الجيش الملكي على مستوى خط الوسط هي عناصر متمرسه، عناصر بامكانها اعطاء شيء كثير لفريق الجيش، كتعتمد على التقنيات العاليه. اتجاه اللاعب اليوسفي، تدخل لاعب مرتضى فال لوسط الميدان. والشيء الايجابي الاخر عند الوداد حتى الان هو تبادل الادوار في الهجوم، فاربعه ديال المهاجمين كلهم كيتبادلوا الادوار والمراكز، كيخلقوا واحد عدم استقرار ديال التوازن ديال الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. تضيع اللاعب رابح وضربة خطا لفائدة فريق الجيش الملكي قريبة من الركنية، ضربة خطا لفائدة فريق الجيش. هذا الحكم السيد جيد ورابح، يحتج على الحكم جيد، نتابعه من خلال الإعادة. قرناص يتدخل والحكم يعلن عن ضربة خطا بعد تدخل اللاعب يوسف رابح، يعلن عن ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي قريبة من الركنية. هذه محاولة خطيرة لفائدة الجيش، حارس الوداد زهير العروبي يعطي تعليماته كتنفاذ، وحارس الوداد يبعد الخطر في اتجاه اللاعب نصير. نصير يمرر للأمام في اتجاه اللاعب حسني، تضيع الحسني كتمشي عند قرناص، قرناص يحتفظ بالكرة. المحاولة لفائدة فريق الجيش الملكي بعيدة عن مرمى الحارس زهير العروبي. عدة عناصر كتلعب في الجيش، سبق له انه جورة فريق الوداد البيضاوي بدءا من فقروش، نظن ثلاثة العناصر اللي كانت سعيد فتاح والعمراني. بالفعل محاولة فريق الجيش الملكي كانت بواسطة لاعب بن عريف من انتاج مدرسة الجيش. الكرة عند عناصر فريق الوداد، عند اللاعب يوسف رباح، يوسف رباح يحتفظ بالكرة للاعب نصير. هذه محاولة لفائدة فريق الوداد، ما كاينش تسلل، ما كاينش تسلل، وكان بإمكان رضا الهجهوج يسجل الهدف الأول لفائدة فريق الوداد، لكن خبرة فكروش كانت حاضرة وأبعد الكرة في آخر لحظة. تهديد حقيقي لفريق الوداد، وعدم توازن ديال الدفاع مرة أخرى ديال فريق الجيش أملته بعض التغييرات ديال الأدوار ديال فريق الوداد. العمراني كان كيطالب المدافعين بالصعود. هذه محاولة أخرى لفائدة فريق الوداد، مرتدى فال والكرة ركنية أخرى لفائدة فريق الوداد. العمراني كان كيطالب الأصدقاء ديال المدافعين بالصعود في هذيك اللقطة، ولكن الثلاث مدافعين ما تبعوش وخلاو أنه واحد كل ورخاوي كان غيستغلوا الهجوم. جوج ديال المحاولات خطيرة لفائدة فريق الوداد في ظرف دقيقة واحدة. النقاش يمرر، تدخل الحارس فقروش، كانت محاولة خطيرة لفائدة فريق الوداد. يعني الوداد بدا كي يظهر نواياه، بدات النوايا الهجومية لفريق الوداد كتظهر. فريق الجيش الملكي اللي كيف قلتي فؤاد، هناك خلل على مستوى الدفاع، ربما يمكن يؤدي ثمنه فريق الجيش إلى ما تصلحش هذا الخلل. تاف الكرة، لاحظ هنايا تاف الكرة الثابتة
فما كايناش حراسه المنطقه وما كايناش حراسه اللاصقه. هذه محاوله خطيره اخرى لفائده فريق الوداد، يعني الوداد يطرق بقوه ابواب فريق الجيش الملكي. اربعه ديال المحاولات لفريق الوداد اللي كيف قلت زميل فؤاد ان هناك خلل مع على مستوى دفاع فريق الجيش الملكي اللي خصو يعني يتصلح في اقرب وقت، لان كنعرفوا الخبره ديال اوندما والخبره ديال الهجوج وكذلك ديال حسني، كان يمكن على انهم يستغلوا هذا الخلل الموجود في دفاع فريق الجيش الملكي اللي ربما غادي يعرف تدخل المدرب جوزي روماو من اجل اصلاح الخلل، لان فريق الوداد في ظرف دقيقه ودقيقه ونص اربعه ديال المحاولات اللي كانت خطيره لفائده فريق الوداد. مطلوب من مدافعي الكوليساج ليسمو الخروج حامل الكره بسرعه، التغطيه المتبادله، هذا الشيء كله كيعاني فريق الجيش الملكي في اول لقاء. تمريره كانت من عميد الفريق النغمي في اتجاه قرناص تماس لفائده فريق الجيش الملكي، الجيش اللي غيحاول هو الاخر باش يهدد بقوه. كانت محاوله قويه وربما كان عنده خيار ثاني انه يمرر بالفعل، فهو قام بها في المحاوله الاولى وربما طمع باش يسجل هدف. دفاع فريق الجيش الملكي، اللاعب الياس الحداد اللي كي يلعب في متوسط دفاع فريق الجيش الملكي. اختيار ديال روما هو انه كيلعب اللاعب عرضي وكيفرطوا فيه اللاعبين ديال فريق الجيش، والاعتماد ديال الوداد على عمق الملعب، وهذا ما كيأتي لهم انه كل دقيقه او دقيقتين كيجيبوا محاوله ديال التسجيل. هذا هو الفرق ما بين الفريقين حتى الان. الخاصيه اللي سمحت عند فريق الجيش الملكي هي تبادل الكره بواحد النوع، ولكن في العرض ديال الملعب لاحظ هنايا عرض الملعب بالفعل، ولكن الوداد ملي كتخبط الكره كتفكر دائما في العمق ديال الملعب، وبالتالي كيكون عندها محاولات اكثر من الجيش الملكي. هو في كره القدم اللاعب الموضوعي اللي كيعتمد على يعني الطول ديال الملعب كيكون احسن من العرض، لكن بعض الاحيان تستعمل العرض باش تمر الطول ديال الملعب هذا عبر الاجنحه. وهذا اللي فريق الجيش الملكي الان كيعطينا واحد الصور يعني جيده في تبادل الكره بين اللاعبين. هذه طريقه جديده عند فريق الجيش الملكي، يعني طريقه متميزه في اللعب، لكن عليهم انهم يمشيو للجبهه الاماميه باش تكون يعني هذه الطريقه تعطي الاكل ديالها بالنسبه لفريق الجيش الملكي، في الوقت اللي الوداد يعتمد على الهجومات المباشره بالفعل باقل يعني تمريرات. التفسير اكثر انه الكره العرضيه كتخلي له بلوك دائما ديال الوداد كيديبلاصا بكل اريحيه، ولكن ولا مشيتي ديباسيتي واحد الخط اما هجومي وسط الميدان بكره في العمق، فانك كتقتل سبعه او سته ديال اللاعبين ديال الفريق الوداد، وهذا هو اللاعب ديال العمق اللي كيجيب الايجابيه ديالو. بالفعل لاحظ التمريرات ديال عناصر الفريق الجيش، ولكن لو بلوك الوداد فهو ستابل هنا ما كيتحركش دائما اليز، ولكن ولا خمو في الامام فغادي تضيع واحد سته ولا سبعه ديال اللاعبين وتخليهم مورا الكره. الوداد يلعب بطريقه موضوعيه يحاول الوصول الى معترك فريق الجيش الملكي في اقرب وقت ممكن. لاحظ انه بثلاثه ديال التمريرات او اربعه ديال التمريرات كيكونوا عناصر فريق الوداد يعني اقرب للوصول لمرمى الحارس فقروش، وكان يعني هذا الرد فعل اعتقد من لاعب فريق الوداد البيضاوي نصير، والحكم يتدخل السيد جيد القادم من مدينة أكادير من بين أحسن الحكام في البطولة الوطنية، الحكم رضوان جيد اللي كيتعتبر كذلك سفير الكرة المغربية على مستوى التحكيم القاري والدولي، إلى جانب أسماء أخرى يعني أكدت يعني التألق ديالها في قيادة المباريات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. نذكر بوشعيب الحرش، نذكر الجعفري، نذكر كذلك الحكم التيازي الذي قاد بالأمس مباراة اتحاد طنجة أمام فريق المغرب الفاسي. ركنية لفائدة فريق الجيش الملكي، الجيش الملكي اللي ربما يكون خطير على مستوى الجبهة الأمامية لأنه عنده عناصر متمرسة، في الوقت اللي كنلاحظوا أن الخطورة بدات كتجي من جانب فريق الوداد من جانب الهجوج وكذلك اللاعب أوندام. فريق الجيش الملكي حتى الآن رغم أنه كيستعمل الأرض فهو كيعتمد على الحملة المنظمة، والحملة المنظمة أصلا هي استحواذ الكرة مع تنظيم كيفيتها يعني أوتوماتيزمات كيكون مرن عليها المدرب اللاعب ديالو. بن عريف ينفذ وركنيه اخرى لفائده فريق الجيش الملكي، هذا الطاقم التقني لفريق الوداد مدرب توشاك
مدرب المعروف على المستوى العالمي، اسم كبير يقود فريق الوداد في بطولة هذا الموسم بعد أن أدى المهمة بنجاح في الموسم الماضي وفاز بلقب البطولة الوطنية بالنسبة للمدرب توشاكو لفريق الوداد الرياضي البيضاوي. بن عريف سينفذ ضربة ركنية لفائدة فريق الجيش الملكي. بن عريف كيساعد باش ينفذ لفائدة فريق الجيش الملكي، بعيدة عن مرمى الحارس زهير العربي حارس مرمى فريق الوداد الرياضي البيضاوي. نقطة قوة ديال الفريق الوداد هو داك الثلاثي ديال الوسط النقاش وحسني والقرتي، مكونين واحد توليفة جميلة في استرجاع الكرة في بناء العمليات، وبالتالي قوة الوداد الآن في ثلاث عناصر في الوسط. كرة عند فريق الجيش الملكي، بن عريف يحتفظ بالكرة أمام مجموعة من العناصر، ربما غيمر الرجاء اليوم بالفعل. فريق الجيش عنده ملامح ديال الفريق غادي يكون متكامل غادي منسجم يكون قوي. هذا هو اللي بغيت نقول لك، الاستحواذ الكرة بشكل جيد رغم أنه كيستعمل العرض، بعض الأوتوماتيزمات كتكون في اليمين وفي اليسار، تحويل اللاعب، تحرك ديال اللاعبين، وبالتالي ولينا شنا تحسن على المجموعة ديال الجيش الملكي. الصورة يعني باللغة التقنيين راه كيبان لك الفريق من الدورة الأولى، كيبان لك ملامح فريق كاينة ولا ما كايناش. فريق الجيش الملكي بهذه الحلة اللي عنده الآن كيظهر على أنه غادي يكون صعيب وصعيب صعيب خلال هذا الموسم. هذا هو الواقع. ضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي، استحواذ الكرة في الدقائق اللي مرت حتى الآن. هذه اصلا الحملة المنظمة هي استحواذ الكرة، 62% عند الجيش الملكي، ولكن عند الوداد عند الجيش و 38 عند فريق الوداد. ولكن شكون اللي وصل للمرمى اكثر؟ ففريق الوداد باقل لمسات كان كيوصل للمرمى ديال فكروش. الحملة المنظمة خصها استحواذ الكرة، خصها اوتوماتيزمات اللي خصها تكون مرن عليها كثير وكثير جدا. وهذا اللي قلت لك على ان فريق الجيش الملكي يحاول يعني انه يحتفظ بالكره، يحاول امتصاص حماس فريق الوداد، وحتى التمريرات كنقولوا بلغه الكره تمريرات حلوه بالنسبه لفريق الجيش الملكي، واحد الطريقه اللي هي متميزه اللي كتعطينا ان العناصر هي عناصر متمرسه، عناصر عندها تقنيات كبيره بالنسبه لفريق الجيش الملكي. كرة عند عناصر فريق الجيش الملكي، تمرير الكرة إلى الأمام، تدخل اللاعبين ديال فريق الوداد، اللاعب نصير لوسط الميدان كتمشي عند اللاعب نقاش، نقاش يحتفظ بالكرة. لاحظ الطريقة اللي كيحاول الوداد أن يلعب. هنا الرجوع السريع ديال فريق الجيش الملكي لكتلة فريق الوراء خلى فريق الوداد أنه حتى هو يستعمل الحملة المنظمة في بناء العمل. هذه محاولة لفائدة فريق الوداد بواسطة اللاعب الكرتي، كتضيع الكرة لفريق الجيش الملكي، كتجي عند اللاعب حسني، محاولة افتجاه اللاعب كردي، حملة بواسطة اللاعب اسماعيل الحداد، تدخل دفاع فريق الجيش الملكي، اللاعب إلياس الحداد، هذا لاعب آخر إلياس الحداد القادم من بلجيكا واللي دعم صفوف فريق الجيش الملكي في هذه المباراة. ويدعم صفوف الجيش خلال بطولة هذا الموسم. كيتنفذ التماس بسرعة عند لاعب حسني، حسني كتضيع الكرة، سعيد فتاح لابن عريف للأمام، محاولة بوسط لاعب قرناس، هذه محاولة مضادة لفريق الجيش الملكي، محاولة مضادة للجيش، تبادل الحملات. لاحظ الطريقة اللي كيلعب بها فريق الجيش الملكي وكذلك فريق الوداد أنه يلعب بطريقة متميزة مندفعة. الوداد لكن بلغة الكرة كندوي وعسو، الطريقة الموضوعية كيسلكها فريق الوداد في الوصول في أقرب وقت ممكن إلى معترك الخصم. هو بالفعل تديك لا ترانزيسيون فهي في أحسن الأحوال، التحول إلى الجبهة الهجومية كتم بواحد السرعة بالحملة المرتدة والسريعة، وهي الوصول للمرمى ديال الفكروش بأقل لمسات. عند ضياع الكرة الرجوع الدفاعي كيتم بواحد السلاسة كبيرة، وهذا هو المغزى ديال كرة القدم الآن، هي تكون عندك لا ترانزيسيون ما بين التحولات ما بين الدفاع والهجوم والهجوم الدفاع تكون سريعة وجميلة. العمراني اللي توج الموسم الماضي مع فريق الوداد كيمر للاعب بن عريف اللي اصبح من الاسماء
الرسمية داخل تشكيلة فريق الجيش الملكي. خطأ لفائدة اللاعب مرتضى فال كيتنفذ بسرعة. فريق الجيش الملكي جلب عنصرين، واحد من هولندا وهو حداد وكذلك فارسي القادم من بلجيكا. هذه إشارة أنه بعض اللاعبين خارج أرض الوطن ولاو كيفضلوا أنهم يدخلوا للبطولة المغربية لأنه تقوات بالاحترافية ديالها بالأموال ديالها، فهي أصبحت تضاهي البطولات بعض البطولات الاحترافية. فارسي القادم من بلجيكا يوجد ضمن الطاقم الاحتياطي لفريق الجيش الملكي في الوقت اللي إلياس الحداد يلعب كرسمي في صفوف فريق الجيش الملكي. تبادل الكرة، يوسف ربع عند مرتضى فال باتجاه اللاعب حسني. حسني كيحتفظ بالكرة للاعب الكرتي بعيد عن مرمى الحارس فقروش. ضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. هذا المدرب توشاك ليتفاعل مع مجريات المباراة، وضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي كتنفذ بسرعة عند اللاعب إلياس الحداد، لاعب اللي التحق خلال الموسم فريق الجيش الملكي. طويلة للأمام اتجاه اللاعب اليوسفي، اليوسفي مع اللاعب رباح. خطأ لفائدة رباح عند مرتضى فال، والحكم يطلب بإعادة تنفيذ ضربة خطأ لفائدة فريق الوداد. هذا اللاعب إسماعيل حداد، وكاين إلياس الحداد صفوف فريق الجيش الملكي. نصير، نصير لوسط الميدان للاعب إبراهيم النقاش. يحتفظ بالكرة اللاعب النصير، يمرر بطريقة ذكية عند النقاش. الأمام عند لاعب الكرتي، الكرتي من الجهة اليمنى. هناك اللاعب الهجوج اللي انطلق من الجهة اليمنى كيمرر، وفقروش، فقروش حتى الآن نجح في تدخلاته مع فريق الجيش الملكي، ربح لفريق الجيش الملكي. وفضل الهفوات الدفاعية الله يحسن عوان فقروش. هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي من الجهة اليسرى، كتمرر عند اللاعب قرناص. قرناص يحتفظ بالكرة، قرناص، قرناص يحاول المرور، وضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. المترابطات ما بين الوسط والهجوم ديال الجيش فهي على احسن ما يرام، ولكن على المستوى الدفاع ماشي تقليل من العناصر ديال الدفاع، فهما كيبليو البلاء الحسن، لا عماري ولا العمراني ولا الحداد ولا الكردي، كلهم عناصر. اللاعب الاخر المدافع الايسر كلهم عناصر تجيد اللاعب، ولكن على مستوى التنظيم لاحظ هنا بانه العمراني كيخرج وكيخلي موراه اللاعبين الاخرين، هناك عدم تنظيم دفاعي حتى الان بالنسبه للجيش الملكي. عدم تطبيق خطه التسلل، يعني ربما العمراني كيطلب واحد الحاجه من اللاعبين وما كيديروهاش. هذه المره الثالثه بانه كيطلع هو وكيبغي يصعد مع اللاعبين ما كيصعدوش مع، اذن ربما ما كيخدموهاش في التدريب، وربما العمراني عارف فريق الوداد هنا بالدار البيضاء خاص انه اون دو فوندون اون بروغريسون، ربما ما غاديينش مع اللاعبين في هذه المساله هذه مع العمراني. وضربة خطأ لفائدة اللاعب خبا، حمزة خبا لاعب فريق الجيش الملكي وسط الميدان. غتنفذ ضربة الخطأ، تنفذ بسرعة بوسط لاعب بن عريف للوراء للعمراني، لاعب إلياس الحداد لبن عريف للجهة اليمنى، لاعب العمري من الجهة اليسرى يحاول. هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي، تدخل يوسف ربح وتماس لفائدة فريق الوداد. 24 دقيقة مرت حتى الآن، صفر لمثله بين الوداد والجيش الملكي في قمة من قمم هذه الدورة. وشيء جميل في هذه 24 دقيقة هو أنه الإيقاع مرتفع، وشنا الحملات هنا وهناك، وبالتالي الكرة القدم فاللي كينعشها هو الإيقاع المرتفع، ولا نخفض الإيقاع فكتكون الرتابة. الكردي في اتجاه أونداما، إسماعيل الحداد، تدخل اللاعب إلياس الحداد اللي كيبعد الخطر إلى التماس. ويتنفذ التماس بعيدة فريق الوداد. كردي للاعب اسماعيل الحداد، وضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. لاحظ فقروش هنا ولا كان المخرج يوري هنا، فهو هضر مع ثالث مدافع على الاخطاء، لانه كاين هناك اخطاء قائمة في فريق الجيش. بالفعل. نفذ ضربة الخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. غينفذ الخطأ الحارس فقروش.
كاين في الخطا الى وسط الميدان في اتجاه اللاعب النغمي مباشره الى التماس لفائده فريق الوداد. غينفذ التماس لاعب الكردي، كردي هذا لاعب سابق لفريق الجيش الملكي. كينفذ التماس تجاه اللاعب حسني، عند كردي حسني تبادل الكره تجاه يوسف رباح. يوسف رباح اختيار صعب الى الجهه اليمنى للاعب نصير. نصير يحتفظ بالكره لفابريس اوندام اللي اصبح يعني كيهرب من الجبهه الاماميه لان مفروض عليه حراسه لاصقه وكيحاول على انه يتحرر من هذا الحراس. حتى فابريس كيبغي لي زيسباس، ولي زيسباس ما كتكونش عنده كقلب هجوم، شناه وراء المهاجم شناه على الاطراف كيكون يجيد الاختراقات في هذه الاماكن. كنشوفوا اليوم كانه حبيس في اللاعب ديالو. سردي مر للاعب العمري، محاولة لفائدة فريق الوداد. العمراني، العمراني كدعي على الكرة كتجي عند اللاعب الحداد، الحداد للاعب كردي، كردي يمرر والعمراني يبعد وخطيرة لفائدة فريق الوداد بعيدة عن مرمى الحارس فقروش. كنظن انه كاين امكانيات عاليه عند الحداد ديال فريق الوداد، ولكن حتى الان حتى الان بكل امانه مازال ما دخلش في المنظومه التكتيكيه ديال توشاك، ولا كان اقرب المغادرين ديال الفريق الوداد في هذا اللقاء ربما غادي يكون هو الحداد الاتي من حسين السبيل. نفذ ضربه مرمى لفائده فريق الجيش الملكي في اتجاه اللاعب العمري. كتعود لعناصر فريق الوداد. يوسف رباح يمرر، خطيره خطيره لفائده فريق الجيش الملكي. كان سوء تفاهم بين دفاع فريق الوداد، مدافعين ديال فريق الوداد ما تستغلش بشكل جيد من طرف اللاعب اليوسفي اللي كان قريب من تسجيل الهدف لفائده فريق الجيش الملكي. المرتضى فالتبتو هو مازال كيتكون فريق المغرب التطواني وكيلعب مع شبان الفريق المغرب التطواني. القوة ديالو هو ربح النزالات الهوائية الأرضية، الخروج السريع لحامل الكرة، ولكن نقطة الضعف ديالو هو عند بناء العمليات أو التمريرات، غالبا ما تعطي أخطاء ربما تكلف شيء الكثير الفريق. دي محاولة الفائدة فريق الوداد. العمراني كدعي له الكرة عند لاعب الكردي، الكردي تدخل قوي من لاعب بن عريف يبعد الكرة إلى تحت. الفريقين خاطرين كيختاروا المنطقة الوسطى لاسترجاع الكرة، فريق الوداد كيسترجع جل الكرة ديالو في المنطقة الوسطى، وكذلك فريق الجيش الملكي مع امتياز الوداد بعض المرات فريق الجيش الملكي كيسترجعها في الدفاع. وركنية لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي حسني في التنفيذ. حسني سينفذ ركنية لفائدة فريق الوداد بسرعة، كينفذ عند اللاعب الكردي، الكردي خطيرة ضائعة كتجي عند عناصر فريق الجيش الملكي عند العميد اللاعب النغمي. النغمي في محاولة من الجهة اليسرى، النغمي اللي كان في الجهة اليمنى وتحول الجهة اليسرى يمرر للاعب اليوسفي، اليوسفي عند اللاعب النغمي، النغمي وركنية لفائدة فريق الجيش الملكي. ركنية لفائدة الجيش، يعني كاين محاولات ومحاولات مضادة، كاين يعني لقاء مفتوح بين الفريق. انا كنطالب غير بالايقاع لانه كنظن بانه الكرة المغربية على العموم كينقصها الايقاع في اللاعب، وهو اللي كيخلينا نشوفوا دائما الرتابة في اللقاءات. ركنية لفائدة فريق الجيش الملكي. المهدي النغمي في التنفيذ، المهدي النغمي في تنفيذ الركنية لفائدة فريق الجيش الملكي. كينفذ للاعب بن عريف، بن عريف كيسدد تسديدة قوية، هذه من بين اللحظات القوية في هذه المباراة، كانت تسديدة قوية للاعب بن عريف، وزهير العروبي في المكان المناسب يحول الكرة إلى الركنية بنفس طريقة كتنفذ الركنية. اللاعب النغمي يمرر بعيدة بعيدة على العناصر ديال فريق الجيش الملكي، ومشات الكره خارج الميدان، كانت يعني بواسطة لاعب خبا، لكن الكره خارج الميدان ضربه مرمى لفائده فريق الوداد. مرتدفه، مرتدفه للاعب يوسف رباح، يوسف رباح لنصير، نصير يحاول التمرير للنقاش. الوداد في هذه اللحظات حتى هو كيلعب بطريقه عرضيه. بالفعل بالفعل، لانه ملي كترجع لي روبلي ديفونسيف ديال الجيش ملي كتكون بسرعه، فالوداد دائما كيلجا هو كذلك للحملات المنظمه والاستعمال العرض ديال الملعب. وإلا توافقتي معايا فؤاد، هناك صراع كبير على مستوى وسط الميدان. بالفعل، لان كاين عناصر وتواجد خمسه ديال اللاعبين في الوسط، لا ديال الوداد ولا الرجاء، كيعطيك 10 ديال اللاعبين في الجيش الملكي، كيعطيك 10 في الوسط، وبالتالي جميع اللاعبين هنا
خص تكون عندهم اجتهادات وابتكارات في الأهلي. بالإضافة للعدد اللي هو كبير على مستوى خط الوسط، فحتى التقنيات ديال اللاعبين اللي كاينين في وسط الميدان لا بالنسبة للوداد ولا بالنسبة للجيش كتضفي واحد الطابع على هذا الصراع اللي كاين في وسط الميدان. حتى توقع الكتلتين ديال الجيش الملكي والوداد في الوسط، زائد ديجا كاين واحد لاندونسيتي في ديال الوسط الميدان، زيد عليهم لو بلوك، فكت هنا الكره كتلعب في واحد 30 40 متر في الوسط. بن عريف اللي اصبح هو المايسترو ديال فريق الجيش الملكي، الكرات كتمر على بن عريف باش كتلقى يعني يعني كتوصل لخط الهجوم. بن عريف فهو نما القدرات ديالو المهاريه، وبالتالي ولا كيدخل في المجموعه العسكريه ولا كيبني البلاء الحسن، وعندهم مستقبل واعد في البطوله. حسني اللي اصبح كيلعب كمتوسط دفاعي لفريق الوداد، ما كاينش تسلل، لان نفس الطريقه كيسقط فيها فريق الجيش الملكي، يعني تطبيق عمليه تسلل ربما كيديروها كلشي بالفعل، ربما يؤدي فريق الجيش الملكي الثمن ديالها. ما كاينش واحد التوافق بين المدافعين ديال فريق الجيش حول هذه العمليه ديال التسلل، وبطريقه ذكيه العمري كيتمكن من الكره يمرر للاعب سعيد فتاح في وسط الميدان، واللاعب قرناس للاعب النغمي، وتماس لفائدة فريق الجيش الملكي. كيتنفذ التماس بوسط اللاعب العمري لبن عارف، بن عارف يمرر للخط الأمامي للاعب اليوسفي، هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي، خبا يمرر للجهة اليمنى، وتماس لفائدة فريق الوداد. كيتنفذ بسرعة عند اللاعب اسماعيل الحداد في اتجاه يوسف ربح للاعب نصير لأوندما، صراع كبير، وهذا اللاعب الحداد اللي يعني بدا كيكسب الرسمية ديالو مع فريق الجيش الملكي بتقنية كبيرة، يبعد الكرة في اتجاه اللاعب السردي. وكنعرفوا بأنه الكثير من اللاعبين ديال الجيش اللي غادروها من الدفاع، لا الزكرومي ولا عزيم المصاب ولا الكثير من الأسماء، فهي كانت كتأثر الجيش الدفاع الجيش، ولا كانوا أخطاء فربما غيتم تصحيحها مع مرور الدورات. العمري للاعب العمراني كيسترجع الكرة، العمراني كتضيع له، كتمشي عند عناصر فريق الوداد عند اللاعب الكارتي يمرر للاعب اسماعيل الحداد، تسديده قويه من اللاعب حسني، تدخل دفاع فريق الجيش الملكي، اللاعب السردي القرناس كتمشي عند نقاش للاعب حسني يمرر تمريره ذكيه، هذه محاوله لفائده فريق الوداد، محاوله ضائعه لفائده الوداد، كانت هذه يعني محاولة بقليل من الحظ، كان بإمكان فريق الوداد أنه يسجل الهدف الأول بواسطة اللاعب رضا الهجهوج، هذه من بين المحاولات الخطيرة لفائدة فريق الوداد في هذه الجولة الأولى. لاحظ التمريرة، ولاحظ حتى أنه كاين فراغات على مستوى خط الدفاع فريق الجيش الملكي. والفريق الوداد قوي بالكرات البينية، كيقلب على ليزانترفال وناجح في إيجاد ديالهم، نظن ولا اعتمد على حسني في الوسط الميدان الدفاعي، فتشكي عرف علاش باغي يخرج الكره من الوسط الميدان الدفاعي، والاعتماد على البناء العمليات من وسط الميدان الدفاعي. قرناص اللاعب اليوسفي، دفاع الوداد يبعد خطر، اللاعب نصير يبعد خطر الى الركنيه لفائده فريق الجيش الملكي. الركنيه اللي غتنفذ بواسطه اللاعب بن عريف بالعرض البطيء، نتابع المحاوله ديال فريق الوداد، ما كاينش تسلل ولكن الهجوم يضيع فرصه واضحه لفريق الوداد. الركنيه غتنفذ لفائده فريق الجيش الملكي، بن عريف غينفذ الركنيه، كينفذ في الـ يعني في بروميير بوطو، تكون خطيره، لاحظ التنفيذ ديال بن عريف، كيكون تنفيذ خطير على مستوى الركنيه، محاوله مضاده لفائده فريق الوداد، لاعب محمد رضا الهجوج يقود حمله لفائده فريق الوداد، يمرر للاعب حسني للاعب اونداما بطريقه ذكيه وفقروش، وكان الحكم اعلن عن تسلل ديال اللاعب فابريس اونداما. شعسو كنحسو بالفراغ اللي خلاه ايفونا واللاعب كوني
على مستوى الجبهه الاماميه لفريق خصوصا كقلب هجوم، لانه فابريس اونداما كنشوف فيه ماشي رجل ديال قلب هجوم، رجل اللي كيجي من الوراء وراء المهاجم او بعض الاحيان في الاطراف. كنظن بانه ما لاقيش راحته فابريس اونداما، اكبر ربما اكبر ضرر اللي خداه الوداد هو ارسال ايفونا الى فريق اخر. ايفونا اللي سجل جوج ديال الاهداف مع الجابون لمنتخب الجابون امام السودان، جوج ديال الاهداف في اللقاءات الاقصائيه مؤهله لنهائيات كاس الامم الافريقيه الجابون 2017. هذه محاوله لفائده فريق الجيش الملكي في اتجاه اللاعب، ولاحظ معايا فابريس اونداما فهو فالمخزون البدني ديالو فهو استنزف بكثره التحركات على اليمين وعلى اليسار، طلب الكره وراء الدار ديال هذه محاولة أخرى لفائدة فريق الوداد. لأنه الرجوع ديالو من جراء العياء هو اللي خلاه أنه يطيح في المصيدة ديال التسلل. السلول كيتنفذ عند اللاعب بن عريف، بن عريف يحتفظ بالكرة، غادي يمرر كيمرر بالفعل. وكيبقى فابريس اونداما لاعب كبير بمواصفات كبيرة. لاعب كبير بالفعل. هذه محاولة أخرى لفائدة فريق الجيش الملكي، تدخل اللاعب رباح للاعب مرتضى فال. مرتضى فال لاعب سابق لفريق المغرب التطواني يبعد الكره لوسط الميدان، العمراني لاعب سابق للوداد للاعب خبا، كتضيع له كتمشي عند اللاعب الكردي اتجاه حسني، حسني يحتفظ بالكره وتدخل بن عريف وتماس لفائده فريق الوداد البيضاوي. لاحظ انه روماو كيطلب من اللاعبين ديالو على انهم يعني يتحركوا كثير وسط الميدان، كيعطي يعني الوصفات اللي يمكن على انها تفيد فريق الجيش الملكي في هذه المباراه في الوقت اللي توشاك يتابع باهتمام كبير مجريات اللقاء. ومن خلال انه العياء دب الى جسم فابريس اونداما وكذلك الحداد، فالحركيه والهجوميه ولات كتقل عند ديال الوداد، ما بقاش طلب الكره بحال اللي بدينا في الجوله الاولى. هذه كرة عند قرناس، تدخل للنقاش، ضربة خطأ لفائدة أو تماس لفائدة فريق الجيش الملكي، غيتنفذ وسط لاعب العمري، عمري لبن عارف، بن عارف في اتجاه اللاعب النغمي، النغمي عميد الفريق يحتفظ بالكرة لوسط الميدان للاعب سعيد فتاح، للوراء لإلياس الحداد، لبن عارف النغمي كتضيع له الكرة، ما كاينش خطأ ما كاينش خطا، كتمشي عند اللاعب ولا مؤازره اللي كيسدد بقوه وهدف، هدف لفائده فريق الوداد. رضا الهجهوج كيسدد بقوه وكيعطي الهدف الاول لفائده فريق الوداد. يعني راه قلت لك الله يحسن العون في قروش، لانه غادي يبقى يصد 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 غادي يرتكب خطا، خطا دفاعي كبير جدا في التغطيه الجهه اليسرى ديال فريق الجيش اعطاه هدف، لانه كثره الاخطاء ربما غيبقى يصمد لها في قروش، ولكن ربما كنت كنتظروا غادي يطيح خطا وربما غيكون بدال. لكن حتى الطريقه اللي ضيع بها عميد الفريق المهدي النغمي الكره والطريقه اللي دفاع فريق الجيش الملكي، لاحظ ان رضا الهجوج كان مع اربعه ديال المدافعين كيسدد بقوه وكيسجل الهدف الاول لفائده فريق الوداد في هذه المباراه اللي كتجمعوا فريق الجيش الملكي في حمله دفاع فريق الوداد على لقبه لقب البطوله الوطنيه. تسديده قويه وخطا من فقروش والكره في الشباك، هدف اول لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي، نتابعه من مختلف الزوايا. الوداد متقدم بهدف لصفر. اول عمل مطلوب ديال روماو هو تصحيح الاوضاع الدفاعيه ديال فريق الجيش. بالفعل هذا اللي لاحظناه، لانك ماشي تنقص من الجوده ديال اللاعبين، ولكن بقدر انه الاوضاع الدفاعيه والبلاسمون ديال المدافعين ديالهم فهي خاطئه جدا. الياس الحداد للاعب العمراني لبن عارف، يمرر للعماري، العماري من الجهه اليمنى كتضيع له الكره كتمشي عند اللاعب الكردي، الكردي يمرر للاعب حسني وتدخل العمراني للحارس فقروش، فقروش للجهه اليسرى للاعب السردي، السردي يحتفظ بالكره، تمريره طويله في اتجاه اللاعب خبا، تدخل مرتضى فال وسط الميدان، وقرناص قرناص والحكم يعلن عن خطا لفائده فريق الجيش الملكي في وسط الميدان. هذا اللاعب سعيد فتاح، الحكم السيد جيد اللي حتى الآن قيب مقابلة جيدة، هو ابن الحكم السابق جيد
اللي كان من خيرة الحكام على مستوى البطولة الوطنية إلى جانب باحو، إلى جانب الناصري، إلى جانب المرحوم العباسي، إلى جانب أسماء كبيرة في مجال التحكيم، بوليد، بحار، أسماء عديدة أعطت شيء الكثير للتحكيم المغربي. والمرحوم بالقولة عميد الجيش الملكي مع الحكم جيد. على المستوى التكتيكي في هذه الجولة الأولى الفريق الوداد امتاز ككتلة فريق في الوسط، عدم ترك مساحات بين الخطوط وبين اللاعبين، انزلاق متناغم كبير، كان تحول من الدفاع الهجوم للهجوم الدفاع بشكل جيد. بالنسبة لفريق الجيش الملكي كتلة فريق دائما في الوسط مع الرجوع نسبيا إلى الوراء، دفاعيا التحول الدفاعي كان كينقصوا بعد النظام على مستوى أربعة لاعبين ديال الدفاع في التغطية المتبادلة، في الخروج السريع لحامل الكرة، في التموقع الجيد في الكرة الثابتة، كان المستوى جيد على مستوى الهجوم ما بين الوسط والهجوم. هدف للصفر لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي. نعيش الدقيقة 42، كرة عند فريق الوداد، اللاعب الحداد إسماعيل يحتفظ بالكرة، يحاول تمرير، بالفعل يمرر اللاعب نصير في الجهة اليمنى، ينشط الجهة اليمنى للاعب رضا الهجوج، تمريرة حتى عناصر الوداد ربما فتنوا لهذاك الخلل اللي كاين في دفاع فريق الجيش الملكي، وصبحت التمريرات طويلة للأمام في اتجاه فابريس والهجوج. بالفعل فابريس للحداد يمرر بعيدة عن لاعب الهجوج، وضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. كيعطيو حلول المدرب لا الحداد ولا فابريس أونداما، كيعطيو حلول في التغييرات، واللي باين الآن القريب للخروج في الجولة الثانية هو الحداد وفابريس أونداما. حسني يمرر لوسط الميدان للاعب الهجوج، للاعب كرتي الوراء، حسني تبادل الكرة بين عناصر فريق الوداد للبحث عن المنفذ، حسني يمرر، تسلل عنده أفكار جميلة حسني، خصوصا في البحث عن الكرات البينية للأمام، عنده أفكار جيدة اللاعب حسني. لاعب سردي لوسط الميدان. المستوى والجانب التقني ديال الفريقين، هو الفريقين بجوج كيمزجوا ما بين التمريرات القصيره والطويله، اللي كينقص هو عدم النجاح في اتمام العمليات، ولو ان الهجوج سجل هدف جاء عن طريق خطا ديال الفدروج ودفاع. بن عارف العماري لابن عارف للعماري، هذه محاوله لفريق الجيش الملكي. العماري يحتفظ بالكره، يمرر للاعب خبا عند النغمي، خبا يسدد، ما كانش تسلل، كانت خطيره لفريق الجيش الملكي، ما كانش تسلل في الوقت لدفاع الوداد، اعتقد على ان اللاعب خبا في حاله تسلل. فابريس أونداما وخطا لفائده الجيش الملكي عند لاعب العمراني، الحكم كي يطلب من اللاعبين باعاده تنفيذ ضربه الخطا. بن عارف في اتجاه اللاعب خبا بعيده. الجانب البدني ايضا الفريق الوداد كان على مستوى ربح النزالات الاقوى، على مستوى الرقابه كان الاقوى. بالنسبه للفريق الجيش الملكي بلاسمون دي بلاسمون ريبلاسمون ديالو في بعض الاحيان كتكون ناقصه، المقاومه كانت عند الجيش اكثر، سرعه التنفيذ كانت عند فريق الوداد اكثر. مرتضى فال اتجاه اللاعب الحداد بعيده الى التماس لفائدة فريق الجيش الملكي. نعيش الدقائق الاخيره من الشوط الاول، 1-0 لفائدة فريق الوداد. رضا الهجوج سجل الهدف الاول لفريق الوداد، والكره عند لاعب بن عريف للاعب السردي في اتجاه الجبهه الاماميه للاعب خبا، وضربه خطا، ضربه خطا، اعتقد انذار سيوجهه حكم المباراه للاعب يوسف رباح، اعتقد بالفعل يوسف رباح، ورقه صفراء، ضربه خطا في وسط الميدان لفائده فريق الجيش الملكي. عميد الوداد ابراهيم النقاش في حديث مع حكم المباراه السيد رضوان جيد، يتنفذ الخطا بواسطه اللاعب بن عريف للاعب الياس الحداد.
الجانب الذهني ديال الفريقين بجوج في الجوله الاولى كان التركيز والتطبيق ديال الوداد، كان التركيز وعدم تطبيق دفاعي ديال فريق الجيش الملكي، كان تآزر الفريقين، كان الكل كنحسوا به كان مسؤول، التواصل كانت حاضره وحوافز داخليه وخارجيه كنحسوا بها داخل الفريقين. دقيقتان كوقت محتسب بدل ضائع في هذه الجولة الأولى، والتفوق دائما لفريق الوداد بهدف للصفر من توقيع اللاعب الهجوج. هذه محاولة الفائدة فريق الجيش الملكي بعيدة عن مرمى الحارس زهير العروبي، ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. يتابع من زاوية أخرى محاولة فريق الجيش الملكي، ضربة مرمى زهير العروبي واللي غينفذ ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. كينفذ لوسط الميدان اسماعيل الحداد في اتجاه اللاعب الكارتي، الكارتي يحتفظ بالكرة امام اللاعب فابريس اونداما، فابريس اونداما الوراء للاعب حسني، حسني يحتفظ بالكرة، تمريرة ذكية في اتجاه اللاعب الحداد للاعب الكارتي، الكارتي يحتفظ بالكرة، تمريرة ذكية اللاعب الحداد وفقروش في المكان المناسب. الجولة الأولى كان الوداد فيها نوع ومزج بين جميع أنواع الحملات، الجيش الملكي كان أقوى على مستوى امتلاك الكرة، الفريقين لجأ لنهج 4-2-3-1 مع اختلاف الاستراتيجية، حملات منظمة كانت تقابل حملات سريعة ومرتدة، إيقاع المقابلة كان مقبول وجودة ديال اللاعبين كانت لا بأس بها. ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد، نعيش التوالي الأخير من الوقت المحتسب بدل ضائع واللي احتسبه حكم مباراة جيد في دقيقتين. نفذ ضربة المرمى ونهاية الجولة الأولى مشاهدينا الأفاضل بين الوداد والجيش الملكي بتفوق فريق الوداد بهدف لصفر، هدف اللاعب الهجوج. نلتقي بعد قليل.